طبعا لي شرف عظيم اجي هنا بهذا المكان، اثار بابل، مسله حمورابي، اشور بانيبال، سومري، الاكاديين، البابليين، مسله حمورابي، التراث، الحضاره العظيمه كلها هنا. يعني من طبنا هذا المكان والله احس احساس غريب، يعني احساس عجيب غريب بهذا المكان، والله العلي العظيم. حتى تشتم عطر المكان، تحسه وكأنه ما هو التراث آبائك وآباء آبائك وأجدادك. والله أرضية خشب، احنا راح نصور بس الكاميرا تحمي، جو حار. وراس ليش ما تمشي قدامي؟ تابعونا تابعونا ان شاء الله.